السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير متابعي سناب رئاسة الحرمين. تبدأ بعد قليل رئاسة شؤون الحرمين أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة لسنة 1441. نتابع. يتم الآن إسدال ثوب الكعبة المشرفة. تم الآن إسدال ثوب الكعبة المشرفة من الأربع جهات. يتم الآن تثبيت ثوب الكعبة المشرفة بالحبل المثبت بحلقات الشادروان. ويشارك في أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة 50 صانع من منسوبي مجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة. متابعينا الكرام، كانت هذه تغطيتنا معكم في أعمال إسدال ثوب الكعبة المشرفة. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.